عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري بالعاصمة عدن برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية وكذا القضايا ذات الصلة بعمل المجلس. وتطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لانعقاد اللقاء التشاوري للمكونات السياسية الجنوبية وكذا مناقشة نتائج عمل لجنة الهيكلة وما أنجزته من مهام لإعادة بناء الهيكل التنظيمي العام للمجلس واستكمال بناء هيئاته وتحديث وثائقه وتقييم عمل كادره وفقا للأسس والمعايير المهنية والعلمية الموضوعة. وبهذا الجانب جدد اللواء الزبيدي التأكيد على أهمية سرعة إنجاز ما تبقى من مهام لجنة الهيكلة باعتبارها ضرورة ملحة للارتقاء بعمل المجلس ومواكبة تطورات المرحلة وتفعيل دور هيئاته وإفساح المجال أمام الكفاءات والكوادر الشابة لتحمل المسؤولية باعتبارهم اللبنة الرئيسة للدولة الجنوبية المنشودة. وفي ذات السياق وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماعها الدوري أمام التحضيرات الجارية لانعقاد اللقاء التشاوري للمكونات السياسية الجنوبية المزمع انطلاقه في 4 مايو القادم وفقا للإحاطة المقدمة من رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي الدكتور صالح محسن الحاج. وفي الاجتماع أكد اللواء الزبيدي أن اللقاء التشاوري سيمثل مدخلا لشراكة جنوبية حقيقية تضم غالبية المكونات السياسية في الجنوب، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي ينتهج الحوار كقيمة حضارية لتقريب وجهات النظر وتسوية التباينات، مجددا في سياق حديثه التأكيد على أن باب الحوار كان وسيظل مفتوحا أمام كل الجنوبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم. وفي ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة نحو السلام برز استغلال الميليشيات الحوثية لأجواء التوافق والتهدئة لتزيد من مطالبها مطالبا أخرى أكثر جرأة لا تتناسب مع ثوبها الإرهابي، فتتركنا الميليشيا نمثل أمام دروس التاريخ في ظل ذكرى الحرب ضد الجنوب التي يستذكرها الجنوبيين محذرين من مغبة تكرار أخطاء التاريخ مع قوى الشمال. المزيد في هذا التقرير الذي أعده الزملاء في غرفة الأخبار. وقعت وثيقة العهد والاتفاق حينها في 18 يناير من العام 1994، وما هي إلا أشهر حتى نكث المخلوع صالح بالعهد والاتفاق حينما هجمت القوات الجنوبية المتمركزة بعمران في 27 إبريل من نفس العام، وهي نفسها ذكرى الحرب ضد الجنوب التي حلت علينا قبيل أيام. فها هي ذكرى التاريخ وحدها نذير شؤم وخطر تفاعل معها النشطاء الجنوبيون تحت واسم الحرب ضد الجنوب على مختلف المنصات لتسلط الضوء على عربدة قوى صنعاء الغاشمة التي لا تختلف عن أخواتها اليوم في كل شيء، ورغم اعتراف قادة الميليشيات الحوثية بأن لا قبول شعبي لهم في الجنوب، إلا أنهم لا يتوقفون عن مهاجمة المواقع العسكرية الجنوبية في الضالع ولحج وأبين وشبوة كما فعل أسلافهم قبل 30 عاما. استغل حينها المخلوع صالح أجواء التهدئة والشراكة لينقض على بلد بأسره خلف قناع الوساطة والأخوة والمعاناة الإنسانية كما تفعل الميليشيات الحوثية اليوم، تتاجر بالمعاناة في مناطق سيطرتها وهي من تصنعها، وتصدر الإرهاب خارج مناطق سيطرتها وتتهم الآخرين به. يتكرر التاريخ والأحداث، مشاكل وحروب وأزمات ووساطات لا تتوقف وتفاهمات دولية تقف أمام الأقوى، فرغم تقديم الكثير من التنازلات للميليشيات لا تنفك تطلب المزيد بالتصعيد كما حدث سابقا مع المخلوع صالح الذي اعتمد على منطق القوة. فيضعنا هذا أمام جملة من الاختبارات للدبلوماسية الجنوبية اليوم بقيادة رئيس المجلس الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي. تتحدث المصادر عن طلب الحوثيين الاعتراف بهم كطرف سياسي وتغير ثوبهم الانقلابي إلى شرعي وأن يعتد بهم كطرف ندي أمام كل الأطراف الأخرى في المناطق المحررة مجتمعة ومن بينها المجلس الانتقالي الذي يمثل إرادة دولة. ليدفعنا إلى السؤال المشروع
وهو كيف ستواجه الدبلوماسية الجنوبية المتغيرات أمام مطلب الدولة الجنوبية التي يتفق عليه الجميع، في ظل حديث عن شكل جديد للدولة قد لا يتوافق مع متطلبات الشعب الجنوبي ويراها كليلا لأهدافه المشروعة. أعلن رئيس لجنة الأسرى التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية الإفراج عن القائد العسكري البارز التابع لحكومة عدن اللواء فيصل رجب المعتقل لدى الميليشيات الحوثية المتمردة منذ العام 2015. وأبلغت جماعة الحوثي في وقت سابق وفد الوساطة القبلية المزعومة من أبين بأنه سيتم الإفراج عن اللواء فيصل رجب المعتقل في صنعاء خلال مؤتمر صحفي. وقد رحب المتحدث باسم الوفد التفاوضي الحكومي عن الأسرى ماجد فضائل بإعلان ميليشيات الحوثي الإفراج عن اللواء فيصل رجب من طرف واحد، مؤكدا أنها رفضت الإفراج عنه في الصفقات الأخيرة وأصرت على إطلاق المشمولين بقرار أممي وبينهم رجب على دفعات، فيما استخدمت حاليا بحسب المصادر اطلاق سراحه ورقة للابتزاز السياسي وزرع الفتنة المناطقية بين أبناء الجنوب. إلى ذلك رحب المبعوث الأممي السيد هانس بإطلاق سراح اللواء فيصل رجب ووصفها بالمبادرة الأحادية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمحتجزين وتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم، كما ورد في اتفاق ستوكهولم بالإفراج عن كافة المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل. وبالتزامن مع تسارع الأحداث السياسية وفي تسجيل مرئي جديد، ظهر زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المدعو خالد بطرفي هاجم فيه قيادة التحالف العربي وعلى الخصوص المملكة العربية السعودية ومبادراتها لعودة الأمن والاستقرار في بلادنا. ووصف زعيم التنظيم الإرهابي المبادرة الخليجية بالحياكة لإفشال ما أسماها ثورة الشعب، مبررا للملتحقين بصفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية بأنهم ذاقوا ويلات دول التحالف، متوعدا القوات المسلحة الجنوبية بهجمات انتقامية ردا على عملية سهام الشرق التي استهدفت عناصره الإرهابية في محافظتي أبين وشبوة. ويظهر هذا التسجيل عمق العلاقة بين تنظيم القاعدة الإرهابي وميليشيا الحوثي الإرهابية الذين يسعون لزعزعة أمن المنطقة والمحافظات المحررة في الجنوب وتعطيل التوافق نحو إحلال سلام عادل وشامل في عموم البلاد.